لو واحدة ما تعرفكيش كانت هتفرح إنك معتبرة البيت بيتك. أنا مش هسألك ليه، لأن أي سبب عندك ده لو عندك أسباب هيكون رخيص زيك، ما يستاهلش إن نعرفه. أنا بس عايزة أسألك، كنتي بتعملي إيه في نفسك قبل ما تقابليني وتبوسيني كل مرة؟ لما نضحك ونهزر ونخاف ونفرح ونحب العيال مع بعض، كنتي قادرة تعملي ده ازاي معايا؟ ولا قلتي حب العيال وابوهم وامهم بالمرة؟ ولا الموضوع ما فيهوش حب، كان تفاريح وخلاص؟ كفاية دموع ملهاش معنى ولا قيمة. اسمعي، اللي في بطنك ده هينزل، وكريم مش هيعرف اني عرفت، ولو خد خبر بتليفون صغير مني هدمر حياتك ومستقبلك وشغلك. فهمتي ولا تحب افهمك؟ مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. ازيك يا فريدة؟ تمام الحمد لله. طب انا لازم امشي، الوقت اتاخر. هبقى اكلمك عشان نتفق هنعمل ايه. تعملوا ايه في ايه؟ يعني دي حاجات بنات، ما تشغلش بالك انت. اوكي. لولو، انا عندي اعتراف. قولي يا حبيبتي. ايه؟ مش معقوله تكوني لحقتي عملتي مصيبه في اليومين اللي انا سبت لك المطعم فيهم دول؟ لا والله انا ما عملتش حاجه لسه. انا لسه ناويه اعمل. عملتي ايه؟ راجي. راجي؟ ماله راجي؟ يعني جه وفتحني في ان هو عايز، يعني عايز ايه يا بنتي؟ ما تنطقي. بصي بتنطي في بقي ازاي؟ طب والله لو قطعتيني تاني عليا ما انا مكمله. ها طيب اهو اتفضلي. يلا. جه اتكلم معايا في ان هو معجب بيا وعايز يرتبط. بجد؟ طب والله بيفهم. بيفهم ايه؟ انت بتهزري ولا ايه يا ست انت؟ انا لايصه ومش عارف اعمل ايه. علي ليه؟ مش عاجبك لا سمح الله؟ لا عاجبني جدا. أمال؟ بس أنا مش عارفة هو عايزني أنا ليه؟ عادة يعني الرجالة اللي شبهه زيه بيطلب معاهم نوع تاني من الستات، اللي هو النوع اللي هو بيبقى واخد ناصية ده. وهو طالبة معاه نوعك، فين المشكلة؟ فكي العقد بتاعتك دي أحسن ما أنت عمالة تعمليها في يونكات وتقولي أنا ما عنديش مشكلة في ثقتي في نفسي، أنا متصالحة مع نفسي، أنا مش عارفة إيه. الله يا عالية، ما أنا فعلا متصالحة مع نفسي، بس وأنا لوحدي. نيفو حبيبتي، طول ما انت مش راضيه تقتنعي انك ممكن تحبي وتتحبي يبقى انت ولا متصالحه مع نفسك ولا نيله. هو كمان مش بس كلمني في ان هو معجب بيا، هو فتحني في ان هو عايز يتجوزني. احلفي. احلف ايه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ هو في حد بيتكلم في جواز كده خبط لزق؟ يعني البني ادم بيحتاج 10 15 سنه كده عشان يقيم البني ادم اللي قدامه ينفع ولا لا؟